في حاجة ماسة للفوز. الفوز هو العلاج او هو الدواء كما قال سبيلاتي. وامامنا بيعود النهاردة القيصر وتوتي على طول يفتح اللعب حلو ناحية اليمين. امامنا اصيب وكان خرج في لقاء كولومبيا مع منتخب بلاده منتخب البرازيل بعد الفوز الكبير على فنزويلا. تعادل غريب للبرازيل على ارضها, ثالث تعادل على ملعب. فرصة بتضيع لكن بايه؟ بنيران صديقة بالتحديد من اللاعب البرازيلي اللاعب جوان. يطلع دفاع فريق نادي روما, ما زال يحاول فريق نادي روما الحقيقة في هذه اللحظات ان يعود الى اللقاء لان التقدم يعني بهدف مبكر بعد 5 دقائق على فكرة هيدي حلاوة حارس المرمى دوني. واضح جدا الحقيقة التفوق لفريق نادي الانتر. حتى الان نادي روما يعني لم يستعيد الثقة. سيسينيو امامنا يتقدم, اللاعب البرازيلي اللاعب الذي قدم من فريق ريال مدريد. ادي امامنا الكرة على طول, التسديدة سيسينيو لكن سهلة. اللحظات ادي امامنا هنا حكم اللقاء الحكم نيكولا ريتسولي, كان تعرض للايقاف على فكرة بعد ما ادار لقاء اودينيزي في العام الماضي لانه لم يطرد اللاعب توتي وقبله في 2004 قادما من برشلونة وكان بدأ طبعا في نادي سبورتنج لشبونة. ادي امامنا بقى المحاولة, بوتشينيتش امامنا وادي القوة والتحام لكن اتاحت فرصة بيروتي على طول يلعبها الى دي روسي واول كرة بقى. حكم اللقاء اكتفى بالتحذير الشفهي, جماهير مش عاجبها. ادي امامنا الكرة اللي يعني الجماهير بتطالب بانذار للاعب كيفو. ما بين الميلان والانتر والانتر وميلان وايضا ديربي روما ما بين لاتسيو وروما, لكن امامنا لقاء قمه لان بالفعل يعني الناديين اللي امامنا هما قمه الكره الايطاليه وركنيه لصالح روما في هذه المحاوله. ادي امامنا ركنيه اتلعبت قصيره على طول, تصل الكره لاعب ريزا, ريزا امامنا اللاعب اللي كان اقيل من تدريب فريق نادي تشيلسي في العام الماضي بالتحديد. ادي امامنا المحاوله, استلام على طول اكويلاني, اكويلاني ادي التمريره من توتي, توتي في العمق المره دي الى بيراتا لكن على طول التدخل وتغطيه دفاعيه بدايتها ويسدد ولكن الكره الى ركله ركنيه, هي الركنيه 7 في اللقاء لفريق نادي الانتر. الشوط الاول الحقيقه حتى الان نادي الانتر بيقدم عرض رائع وكانه نهائي مسابقه دوري الابطال في هذا الموسم, موسم 2008-2009 الملعب الأولمبي اللي شهد أيضا كأس العالم 90 وأمم أوروبا 68 وفي عام 80 كان هذا الملعب العرضية, لكن على طول يعيد الكرة سيسينيو إلى حارس المرمى دوني. دوني هذا الحارس البرازيلي رقم 1 جوليو سيزار في مرمى الانتر ودوني رقم 2 في مرمى نادي روما, وان كان دوني لعب دور كبير في فوز البرازيل بكوبا امريكا الاخيره 2007. ادي امامنا عادي توتي, عادي توتي يعدي ويبرر وانفراد وفرصه وبيروتا, وبيروتا لكن رايه وتسلل. شوف حضراتكم عندما تاتي الكوره الى توتي ماذا يحدث, الملعب كله يعني الحماس الكبير. شوف حضراتكم هنا حكم اللقاء ريتسولي, شوف العادة مرة تانية, شوف العادة فعلا تسلل, فعلا تسلل, لحظة التمرير هي المعيار. ادي امامنا توتي الى بيروتا وادي امامنا الخط يوضح وادي امامنا شلع حلوة او اللاعب بيروتا ولا حضراتكم عنده 5 اهداف 7 خسروا بال7 امام مانشستر يونايتد والموسم الماضي ايضا خرجوا على يد فريق مانشستر يونايتد. تغطية والكرة الى خارج الملعب, توتي اي حاجة يعملها توتي الملعب كله يصفر, هو صاحب هذا الملعب. بقول لحضراتكم توتي اصابه امام ليفورنو في اللعب دي روسي لكن اكولادي المره دي. ادي امامنا فوتشينيتش هو رقم 9 فوتشينيتش, ادي امامنا الكره على طول الى توتي, توتي يلعبها الى دي روسي, الكره العرضيه الحلوه, حلوه الكره ولكن ياتي تيدي من وضعيه صعبه لكن اتعملت حلوه. ادي امامنا الاول مره بقى بنشوف زياده عدديه من وسط الملعب وبيكمل تيدي في اللقطه الماضيه بعد سلسله من التبريرات وسلسله من اللمسات الحلوه. ادي امامنا ملعوبه من توتي الى دي روسي الى المنطلق تيدي امامنا في الجبهه اليمنى لكن تذكر انه بقى له حوالي 5 دقائق ماسك كره في وسط الملعب. دي روسي, دي روسي الى صاحب الفرصه الماضيه, اللاعب تيدي اضاع فرصه يعني كانت من الممكن ان تكون هدف التعادل. وادي امامنا الكره العكسيه, الاستلام بمهاره وادي امامنا راسيه. شوف حضراتكم توتي لمس الكره كم مره وكل مره يلمس الكره يبقى فيها خطوره وراسيه من اللاعب فوتشينيتش. اللقطه الماضيه توتي فعلا يستحق هذا الحب, يستحق يعني هذا الغرام الكبير. شوف حضراتكم التحرك, دقيقة 47 من عمر اللقاء, الدقيقة الثانية من الشوط الثاني, فريق نادي روما المهمة تتصعب, يدخل مرمى هدف في بداية الشوط الثاني ومحاولة ورأسية, كرة فرصة مزدوجة, فرصة مزدوجة, سيسينيو في الأولى وسيسينيو في الثانية ولكن كرة تطلع, كرة سأل يعني لماذا عدم التوفيق وتوقيت إحراز الإنتر للأهداف. وأكويلاني يطلق صاروخ, أدي أمامنا أكويلاني لكن يتألق للمرة الثالثة على ملعبهم البرازيل. نادي روما السابق للعب لروما
طوال خمس مواسم اللعب اللي امامنا بيستعد وتسديدة، ولكن على طول الكرة يتألق فيها الحارس جوليو سيزار، يتألق في هذه الكرة وتصدي كرة من النجم توتي. كان بقى سجل مانسيني اللي نازل امامنا لفريق نادي الانتر في مرمى باناثينايكوس، وكان طبعا من اللاعبين مميز فرنسي. ادي امامنا اللاعب مينيز، اللاعب الشاب اللي انضم هذا الموسم اللاعب مينيز في صفوف فريق نادي روما. ادي امامنا المحاولات على المرمى.